الخير على حضراتكم. حلقة جديدة من برنامج السادسة هكون مع حضراتكم لمدة ساعة تغطية لمباراة الأهلي وطلائع الجيش. خلاص دي الجولة الأخيرة في الدوري المصري، يمكن رحلة طويلة جدا ورحلة صعبة، موسم ما كانش سهل أبدا، مش بس في الدوري المصري ولكن كمان على العالم كله. فترة توقف كبيرة بسبب فيروس كورونا والدوريات كتير اتأجلت، وطبعا كانت ظروف صعبة وكانت رحلة طويلة. يمكن الدوري بدأ في سبتمبر 2019 وبينتهي في أكتوبر 2020، ولكن بالرغم من الرحلة الطويلة دي الصعبة دي، الموسم الاستثنائي ده إلا أنه النادي الأهلي أثبت أنه هو أقوى فريق في الدوري المصري الموسم ده، وبرغم من كل الظروف، برغم من كل الغيابات، برغم من كل الإصابات وفيروس كورونا وفترة توقف وإصابات كتير قوي كانت في صفوف النادي الأهلي، إلا أنه قدر يحافظ على مكانته، قدر يحافظ على درع الدوري. زي ما احنا عارفين الأهلي بيحب الدوري والدوري المصري بيحب النادي الأهلي الأكثر تتويجا، البطل، النسر اللي بيحلق لوحده في سماء الكرة المصرية والإفريقية كمان. الحقيقة أنه برغم الظروف دي كلها النادي الأهلي كان قادر يكون ثابت على مكانته ويحافظ على مكانته، وكان موسم صعب ويستحق عليه التتويج بلقب الدوري المصري اللي هنشوفه النهاردة إن شاء الله في احتفالية في مباراة الأهلي وطلائع الجيش. هتكون احتفالية وتسليم درع الدوري للنادي الأهلي، خطوة مهمة وحقنا أن احنا نفرح بها جدا، وحقنا نكون مبسوطين وفخورين أن احنا بننتمي للكيان ده اللي دايما معودنا على البطولات والإنجازات، ولكنها برضو خطوة أولى لأن الموسم لسه ما خلصش. احنا لسه عندنا مباراة مهمة جدا، مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، إن كان الخصم هو الزمالك أو الرجاء، لكنها مباراة مهمة، هي الهدف الأسمى لينا دلوقتي، هي الهدف اللي بيتمناه كل أهلاوي دلوقتي الحقيقة، إن احنا نفوز باللقب التاسع بدوري أبطال أفريقيا وكمان الكاس، لأنه زي ما حضراتكم عارفين النادي الأهلي بيبقى بينافس على كل البطولات. النادي الأهلي كل موسم عايز يفوز بكل البطولات، والحقيقة أنه بالرغم الموسم الصعب ده إلا أن احنا قدرنا نحقق أرقام قياسية كمان. يعني احنا بنتكلم على أن النادي الأهلي أقوى خط هجوم ب71 هدف، أقوى خط دفاع، يعني بالرغم أن احنا شهدنا غيابات كتير على مستوى خط الدفاع وكنا بنعاني من الموضوع ده، ولكن احنا بنتكلم على أن محمد الشناوي دخل مرمى 8 أهداف خلال الموسم كله في الدوري المصري، بنتكلم على أكتر تصويب على المرمى ب205 تصويب، وطبعا أكثر تمريرات بينية صحيحة 167. موسم قوي للنادي الأهلي، موسم استثنائي. مش معنى أن احنا بنقول أنه النادي الأهلي قدم موسم كويس قوي أن احنا نسين أنه الهدف الأهم هو أفريقيا، لا طبعا التركيز كله. يعني احنا النهاردة عندنا مباراة الأهلي وطلائع الجيش، ممكن نقول مباراة تحصيل حاصل، لكن لا، حتى من ساعة ما حسمنا الدوري من قبل انتهاء الدوري بسبع أسابيع، إلا أنه في تركيز في كل المباريات كأننا محتاجين الثلاث نقط في كل مباراة، ودي شخصية النادي الأهلي. ويمكن حتى لما بيبقى فيه فترات صعبة، لكن دايما بنشوف شخصية النادي الأهلي اللي دايما محافظ على شخصية البطل. والحقيقة أنه احنا نشوف في مباراة زي النهاردة، يعني هنشوف تكريم كويس قوي للعيبة، هنشوف ممر شرفي من نادي طلائع الجيش، وبالرغم انه كان المفروض المباراة دي تتلعب في ملعب طلائع الجيش، ولكن هتكون في مباراة الأهلي بسبب طبعا الاحتفالية، بسبب تسليم درع الدوري، وده حاجة محترمة جدا وموقف محترم من طبعا فريق طلائع الجيش اللي بينتمي طبعا لمؤسسة عسكرية كبيرة، هي بتتميز بالاحترام طبعا وبالثبات وكل المواقف المحترمة دي، احنا أكيد مش جديدة عليها. كلام كتير قوي عن مباراة الأهلي وطلائع الجيش، وهيكون كمان معانا مراسلنا من الملعب في السادسة، ولكن بعد الفاصل. مرحبا بحضراتكم مرة تانية، وخليني قبل ما أدخل في أخبارنا بس حابة أتكلم في حاجة، أنه قد إيه طبعا الجماهير الأهلاوية والجمهور الأهلي متعود على فكرة الفوز بالدوري، وأنه فكرة التتويج بالدوري على قد ما هي حاجة بتبسطنا، بس كتير يقول لك إيه، شبعنا بقى الفوز بالدوري، طبعا يهمنا أفريقيا وطبعا فرحتها تبقى حاجة مختلفة تماما. ولكن فكرة أن النادي الأهلي معود الجماهير على أن الدوري ده خلاص بتاع النادي الأهلي، ما يقللش أبدا من صعوبة بطولة الدوري. أنا ما بكلمش بس على مصر أو على مستوى المحلي، أنا بتكلم على مستوى العالم كله. بطولة الدوري هي البطولة الأصعب محليا، هي المقياس الحقيقي لقد إيه الفرقة دي مسيطرة محليا ولا لأ، لأن الفرقة دي هي الأقوى في الدوري
المحلي او على المستوى المحلي ولا لا؟ لانه انت بتتكلم على انك بتنافس عدد كبير جدا من الانديه، عدد مباريات كتير قوي، بتحتاج نفس طويل قوي علشان تقدر تفوز ببطوله زي بطوله الدوري، على عكس بطولات خروج المغلوب اللي يمكن بنشوف فيها مفاجات كتير، يمكن بيحصل فيها الحظ ممكن يكون بيلعب فيها دور، ولكن بطوله الدوري بتحتاج ان احنا ننافس عدد كبير من الانديه. تقريبا انت بتنافس كل الانديه اللي موجوده محليا من يعني من اقوى الانديه لاضعافها كذا مره، مش مره واحده، عدد مباريات كتير قوي، محتاج نفس طويل علشان تقدر تفوز ببطوله زي دي. فعلى قد ما احنا مبسوطين ان احنا متعودين على الفوز ببطوله الدوري، وان خلاص النادي الاهلي معروف قد ايه فكره الدوري المصري دي بتاعته، وان هو الاكثر تتويجا وكمان بفرق كبير قوي عن صاحب المركز الثاني، ولكن تبقى البطولة المنافسة فيها مش سهلة أبدا، يبقى أنه بيحصل فيها مجهود كبير جدا علشان نقدر نفوز ببطولة الدوري المصري، وخصوصا لما بنتكلم عن موسم زي الموسم اللي احنا فيه دلوقتي، موسم يعني أقل حاجة تتقال عليه موسم استثنائي، نشوف إصابات، نشوف غيابات، نشوف فترة توقف كبيرة بسبب فيروس كورونا، نشوف تغيير مدربين، ومع ذلك بنشوف النادي الأهلي محافظ على مستواه. النادي الأهلي عارف كويس قوي كل مباراة يطلع بيها بأكبر مكاسب ممكنة، ونقدر إن احنا نتوج بلقب الدوري المصري اللي أبدا عمر ما كان التتويج بيه سهل. يمكن النادي الأهلي حسسنا إن هو سهل من كتر ما بنشوف بطولات بالنسبة للنادي الأهلي، ولكن طبعا في مجهود كبير قوي من مجلس إدارة، من جهاز فني، من لعيبة علشان نقدر نفوز بلقب الدوري المصري. الأهم هو لقب أفريقيا، وده اللي بنتمناه، وده اللي بنتمنى إن احنا نكون بنحتفل مع حضراتكم بيه كمان قريب جدا، ويا رب يجعلها سنة انتصارات كلها على النادي الأهلي. زي ما قلت لحضراتكم النهاردة طبعا النادي الأهلي هيقابل طلائع الجيش الساعة 8 طبعا في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز، والمقرر طبعا زي ما قلت لحضراتكم انها تكون النهاردة الساعة 8. الأهلي هيدخل المباراة دي طبعا بأريحية كبيرة بعد ما حسم لقب الدوري. الجهاز الفني طبعا للنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني الجنوب أفريقي بيسعى ان هو يمنح فرصة لأكثر من لاعب في اللقاء ده، خاصة اللي راجعين من الإصابة لعودتهم طبعا للمشاركة في المباريات تدريجيا. يمكن لجنة الحكام كانت أسندت المباراة لأمين عمر حكم الساحة، وأسامة عبد اللطيف مساعد أول، وتامر سمير مساعد ثاني، وعمر عبد الفتاح حكم رابع، وعمر الشناوي حكم فيديو، ومحمود ناجي مساعد حكم فيديو. طبعا ده أتوبيس النادي الأهلي أو الباص طبعا في الطريق لملعب المباراة، وبنتمنى كل التوفيق طبعا للنادي الأهلي في مباراة النهاردة. يمكن المباراة مش محتاجين منها يعني خلاص احنا لا محتاجين 3 نقط، احنا حاسمين الدوري من بدري، ولكن محتاجين برضو عشان تبقى الفرحة فرحتين، فرحة طبعا الممر الشرفي وتسليم درع الدوري للنادي الأهلي، محتاجين ان احنا نشوف طبعا أداء كويس من الفريق، محتاجين نشوف لو موسيماني هيدفع طبعا بلعيبة ناشئين يمكن يكونوا تكون المباراة مولد نجوم جديدة للنادي الأهلي. زي ما قلت لحضراتكم من الفريق الأول اختتم تدريباته امبارح على ملعب مختار التتش بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وده استعدادا للقاء الجيش اللي هيكون على ملعب استاد الأهلي بعد موافقة طلائع الجيش من نقل المباراة بناء على طلب مسؤولي القلعة الحمراء. وزي ما قلت لحضراتكم أكيد لفتة حلوة جدا ومهمة جدا من نادي طلائع الجيش أن يكون طبعا المباراة على ملعب النادي الأهلي بدل من ملعب طلائع الجيش، وده حاجة مواقف زي ما قلنا متعودين عليها من فريق كبير زي طلائع الجيش. طبعا موسيماني قدر أنه يصعد 6 لاعبين من قطاع الناشئين في تمرين الأهلي امبارح، وده من أجل الوقوف على مستواهم وتحديد اللاعب القادر أنه يقدم إضافة للفريق الفترة اللي جاية. وموسيماني الحقيقة وعدهم بالحصول على الفرصة بس بشرط ان هم يبذلوا اقصى جهد وان هم ينفذوا تعليماته. وطبعا يمكن دي حاجة بتدل برضو على ذكاء موسيماني، يعني يمكن كنا بقالنا فتره بنتكلم على قد ايه موسيماني قادر يتعامل مع اللعيبه نفسيا كويس قوي، ان الراجل ده ما اضافش بس فنيا، ان الراجل ده من اول مباراه ليه في الدوري شفنا تطور كبير في مستوى لعيبه، وده لما بنتكلم عليه التطور ده ما حصلش من مباراه واحده، يعني اكيد اللاعب ده كان اوريدي عنده او كان عنده المهاره من الاول، ولكن المدرب قدر يتعامل نفسيا مع اللعيبه ان هو يخلي ان هم يطلعوا
أحسن حاجة عندهم من أول مباراة تحت قيادته. شفنا الفرق ما بين المباريات تحت قيادة موسيماني الأولى، كمان أنا بتكلم على أول لقاءات أمبي والمقاولين وبيرميدز، والفترة الأخيرة بتاعت فايلر اللي هي كانت بعد فترة التوقف، شفنا فرق كبير. قلنا ما قدرش إن هو يضيف بصماته لسه، أو مش ما قدرش، ملحقش إن احنا نشوف فنيا، ولكن كان نفسيا دي باينة جدا. ولما بنتكلم على حتة الناشئين ده باين قوي مع موسيماني قد ايه مهتم جدا انه يكون في فرص للعيبه الاوريدي على الدكه او اللعيبه اللي قاعده على الدكه واللعيبه طبعا الناشئين. وكان دايما في تصريحاته بيقول ان هم هيتعلموا بالطريقه دي، ان الفرصه هتجي لهم بالطريقه دي، ان هم ترميهم في البحر يعوموا مع القروش. يعني تصريح بيدل على قد ايه الراجل عايز يعتمد عليهم الفتره اللي جايه، وقد ايه طبعا مهم جدا ان يكون في فرصه للعيبه الناشئين، لانه في أي وقت ممكن تحتاج أي حد فيهم. احنا بنشوف موسم طويل، ممكن لا قدر الله أي لاعب يتصاب، وده شفناه كتير، بنبقى محتاجين نشوف وجوه جديدة، وفعلا المباريات اللي زي دي هي اللي بتطلع نجوم أو بتولد نجوم جداد. طبعا زي ما قلت لحضراتكم، هي نتيجة المباراة مش مؤثرة خالص في سباق القمة والقاع بجدول الترتيب. يعني الأهلي خلاص حسم لقب الدوري قبل 6 جولات على نهاية الموسم، وضمن طلائع الجيش بقائه في الدوري بعد احتلاله المركز العاشر برصيد طبعا 41 نقطة. خليني أقول لكم كمان أن بيتسو موسيماني استقر على طبعا التشكيل اللي هيخوض بمباراة النهاردة قدام طلائع الجيش، طبعا هتكون الساعة 8 زي ما قلت لحضراتكم. من المتوقع أن هو يدفع بعلي لطفي في حراسة مرمى الأهلي في مباراة النهاردة بعد ما استبعد محمد الشناوي من القايمة، وده طبعا حارس مرمى الفريق استبعده من القايمة. وتشكيل الأهلي المتوقع قدام طلائع الجيش هيكون كالتالي: حراسة المرمى علي لطفي، خط الدفاع محمود وحيد، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، وأحمد فتحي، خط الوسط محمد مجدي أفشة، صالح جمعة، وليد سليمان، جيرالدو، ومحمود عبد المنعم كهربا، خط الهجوم أليو بادجي. وطبعا يمكن هيبقى معانا كمان المراسل بعد شويه نعرف منه اذا كان التشكيل الرسمي معاه ولا لسه كلام كتير قوي عن مباراه الاهلي وطلائع الجيش، بس بعد الفاصل. برحب بحضراتكم من جديد، والحقيقه انا حابه بس اشكر كل الجماهير اللي بتتفرج علينا، كل جمهور النادي الاهلي، لانه في الموسم الصعب ده وبالرغم ان النادي الاهلي محقق انجازات ومحقق ارقام قياسيه، وهو اقوى خط هجوم زي ما قلنا واقوى خط دفاع، ويعني ارقام كبيره قوي، وبالرغم من الظروف دي كلها وان النادي الاهلي كان ثابت جدا في كل المباريات حتى بعد فتره التوقف كان الافضل، يعني من بين كل الانديه كان الافضل، ومع ذلك كان فيه هجوم كبير قوي الفتره اللي فاتت دي على النادي الاهلي وعلى مجلس اداره النادي الاهلي. ولكن كل اللي يهمني كل ده خلاص كلام اتقفل واتنسى، وعمرنا ما بنبص له وعمرنا ما بنشوفه، ودايما من اول يوم كنا بناكد ان الكلام ده ورا ظهرنا تماما، وكل اللي يهمنا هو مصلحه الكيان ده، كل اللي يهمنا انه ما حدش هيقدر يهز الكيان ده، كل اللي يهمنا تركيز الفتره اللي جايه، التركيز ان احنا عندنا اهداف، كان عندنا هدف وهو تحقيق وحسم لقب الدوري المصري، والحمد لله حققناه، والنهارده بنحتفل بحاجه زي دي وحقنا ان احنا نفرح بيها ونحتفل بيها، وكمان عندنا اهداف ثانيه وهي طبعا اكبرها واهمها بطوله دوري ابطال افريقيا، وكلنا بنتمناها، كلنا من قلبنا نفسنا نفرح الفرحه دي، وشايفين قد ايه في تركيز كبير قوي من المدير الفني بيتسو موسيماني، وشايفين قد ايه في تركيز كبير قوي من اللعيبه، وهم فاهمين، يعني كلهم فاهمين قد ايه ان ده الهدف الاهم الفتره دي، وان ده اللي عينينا عليه الفتره اللي جايه. ولكن ليه بشكر الجماهير؟ لانه مع كل ده ومع حملات ممنهجه كتيره شفناها الموسم ده وشفناها الفتره اللي فاتت دي، لكن الجمهور كان عنده وعي كبير قوي، وده مش جديد ولا غريب على جمهور النادي الأهلي المثقف، مثقف على المستوى الكروي أو مثقف بشكل عام وفاهم كويس قوي. الحقيقة الجماهير بتثبت كل مرة، وجمهور النادي الأهلي بيثبت كل مرة أنه هو الحامي الأكبر للنادي الأهلي، أنه هو مصدر الأمان، أنه هو دايما واقف في ظهر النادي الأهلي في كل الأوقات، في الحلوة والمرة فعلا، ده مش مجرد شعار. فبجد فكرة أنه أصلا يبقى واصل للعيبة دايما قد إيه الجمهور ده في ظهرها، قد إيه الجمهور ده مش هيسيبها أبدا، قد إيه الجمهور فاهم كل
حملة ممنهجة وكل خطة وكل كلمة بتتقال قصدها إيه، ده طبعا بيفرق جدا. وبجد شكرا لحضراتكم على ده. مبسوطين جدا أن الجمهور الحقيقة وأنا بتابع على السوشيال ميديا آرائهم وشايفين إيه الفترة دي، مركزين جدا على أنه ما ينفعش دلوقتي يبقى فيه احتفال بأي حاجة في أفريقيا. إحنا مقدمين طبعا مباراة نص نهائي أو مباراتين نص نهائي سواء ذهاب أو إياب قوية جدا، وشفنا الحقيقة تطور كبير قوي على المستوى الفني والمستوى النفسي كمان للعيبة وعلى الفريق ككل، ومستويات فردية كمان يعني لعيبة بعينها تطورت بشكل كبير، وكمان المستوى الجماعي للفريق شايفين فرق كبير قوي مع موسيماني. ويمكن دايما بقولها أنه اللي ما كانش متفائل قوي في آخر أيام فايلر دلوقتي في حالة من التفاؤل كبيرة قوي بموسيماني، وطبعا باللي بيقدمه مع الفريق، وطبعا ده لانه الجمهور قدر يقرا او يشوف قد ايه بصمات المدرب بانت بدري جدا، قد ايه طبعا زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه ده وصول اتوبيس النادي الاهلي لملعب المباراه. طبعا بنتمنى كل التوفيق للاعبتنا. معانا فاروق صلاح من ملعب المباراه، اهلا بيك في برنامج السادسه. كل التحيه ليك يا ساره، وكل التحيه لكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني انا هاخد من الكلام اللي انت قلتيه يا ساره، فعلا حاله من الثقه عند جماهير النادي الاهلي عند اللاعبين في مستر بيتس وموسيماني. ومن الامور المهمه جدا اللي سهلت على مستر بيتس وموسيماني هي ثقه جماهير النادي الاهلي فيه، والقناعه الفنيه اللي عند الجماهير وعند اللاعبين في مدرب بحجم وقيمه مستر بيتس وموسيماني، وقدر ان هو في الفتره الاخيره يقدم مجموعه من المباريات نالت استحسان الكثير من جماهير النادي الاهلي. يعني برضو عشان احطك في الصوره اكتر، من هنا احنا موجودين في ملعب الاهلي، وي ومراسم تتويج او مباراه مراسم تتويج النادي الاهلي بالدرع رقم 42. يعني نقرب الجماهير من الصوره يا ساره، ان هيكون الدرع الدوري يعني طبقا بقى للامور والكواليس النهارده اللي تم تجهيزها من خلال اللجنه الخماسيه ومسؤول الشركه المنظمه مع اتخاذ كافه الاجراءات الاحترازيه، الدرع الدوري هيكون موجود على ستاند، وفريق طلاء الجيش في بدايه اللقاء هيعمل ممر اشاره في للنادي الاهلي. هيتم تسليم درع الدوري للنادي الاهلي في وجود مسؤول اللجنه الخماسيه ممثله في استاذ عمرو الجنايني والكابتن محمد فضل واحمد عبد الله ودكتور جمال محمد علي. النادي الاهلي طبعا زي ما انت عارفه هو اللي بيشرف على العمليه التنظيميه لهذا اللقاء. الاستاد بيتزين للظهور في اجمل صوره، الاحتفاء والاحتفال بالنادي الاهلي. طبعا في بعض الامور اللي تم الغائها يا ساره من الاحتفاليه نظرا لطبعا ظروف جائحه الكورونا، و ايضا بعض الامور والاجراءات الاحترازيه والمنصوص عليها والموضوع من قبل اللجنه الطبيه بالاتحاد المصري لكره القدم. يعني في الاثناء اللي انا بكلمك فيها يا ساره دلوقتي طبعا كان وصول فريق النادي الاهلي، ولو اتكلمنا برضو يا ساره انا يعني نتكلم على الامور الفنيه او الحاله التجهيزيه اللي عليها فريق النادي الاهلي. اقدر اقول لك ان مستر بيتسو موسيماني طبعا في الفتره الاخيره كان صعد مجموعه من اللاعبين الناشئين من قطاع الناشئين في النادي الاهلي. النهارده من الممكن ان هيدي فرصه كبيره من بدايه اللقاء ل بعض اللاعبين، عربي بدري في مركز الظهير الايمن، محمد فاخري في مركز ستة. يعني نقدر نقول ملامح التشكيل، نقدر نقول مثلا لو مستر بيتسو موسيماني طبقا يعني للملامح الاخيره ممكن علي لطفي في حراسه المرمى، محمود وحيد في الظهير الايسر، وعربي بدر في الظهير الايمن، وايمن اشرف واحمد فتحي، ديانج ومحمد فخري امامهم، وليد سليمان كهربا، ممكن جيرالدو، ممكن احمد الشيخ، ويبقى مركز راس الحربه ما بين بادجي ومروان، وبنسبه كبيره ممكن يكون بادجي. دي ملامح التشكيل او النواحي الفنيه الخاصه بالفريق النادي الاهلي. اقول لك ايضا يا ساره حاله الجاهزيه، ومستر بيتسو موسيماني كان اتكلم مع اللاعبين ان المباراه مش مجرد مباراه احتفاليه، لا انا عايز اكمل سلسله من المباريات في الفتره الاخيره، والتجهيز ايضا لمباراه الدور النهائي ان شاء الله المنتظره للنادي الاهلي. ايضا عايز اقول لك على رقم مهم جدا، النادي الاهلي النهارده قريب ان هو يحققه. النادي الاهلي رصيده من النقاط 86 نقطه. النادي الاهلي النهارده بيتطلع لاحراز الثلاث نقاط علشان يرفع رصيده من النقاط للنقطه رقم 89 علشان يكسر الرقم القياسي المسجل للنادي الاهلي في موسم 2017 2018 ب 88 نقطه. لعبت النادي الاهلي النهارده على موعد مع التاريخ، ودايما بنقول يا ساره النادي الاهلي بيكسر ارقام نفسه.
انا موجود معاك يا ساره، لو في اي استفسار اي تساؤل انا موجود معاك. حابه بس اقرب للمشاهدين من خلالك يا فاروق انه انت دايما قريب من فرقه النادي الاهلي ومن المدربين، حابه بس تقولي انت شايف انت بعينك انت ايه الاختلاف بين فايلر وبين موسيماني في الفتره دي؟ يعني شايف في مباريات زي دي، مباريات مهمه حتى لو مباريات تحصيل حاصل زي ما بيقولوا، ولكن التركيز في التدريب ازاي كان بتشوف الفرق ما بين فايلر وما بين موسيماني؟ الكلام اللي بيقوله للعيبه. خليني اقول لك النقطه، انت تطرقت النقطه في غايه الاهميه يا ساره. مستر بيتسو موسيماني واحد من المدربين اللي عارف يعني ايه قيمه النادي الاهلي، عارف يعني ايه قيمه مكانه النادي الاهلي، وعارف يعني ايه جمهور النادي الاهلي، والراجل في حاله من الحب والثقه ما بينه وما بين جماهير النادي الاهلي. من علامات نجاح المدير الفني ان هو لازم يكون عارف قيمه وطموحات المكان اللي هو جاي تولى القياده الفنيه ليه، وايضا طموحات جماهيره. بيتسو موسيماني عامل في معادله ما بينه وما بين جماهير النادي الاهلي، ان هو عنده حاله من الشغف، حاله من الثقه، حاله من الطموح ان انا احقق الكثير من البطولات مع النادي الاهلي. بالمناسبه يا ساره، بيتسو موسيماني في بدايه كلامه مع النادي الاهلي كان طالب ان عقده يكون مع النادي الاهلي لمده 7 سنوات. الراجل ده جاي يشتغل، الراجل ده جاي يعمل فكر، الراجل ده جاي لمشروع كبير جدا في النادي الاهلي. من الامور المهمه جدا اللي بتسهل على المدير الفني في توليه القياده الفنيه للفريق حاله القناعه اللي عند اللاعبين، لازم يكون مقنع للاعبين. بيتسو موسيماني مقنع للاعيبه النادي الاهلي، المرحله اللي بتبقى اللي بعد كده بيبقى مقنع للجمهور ومقنع للمنافس. مستر بيتسو موسيماني ادى القناعه الفنيه للاعبين، ورغم الفتره البسيطه القصيره اللي بيتولى فيها القياده الفنيه، لكن قرب جدا من لعيبه النادي الاهلي. يعني اللي يشوف بيتسو موسيماني يا ساره في تدريبات النادي الاهلي يقول ان هو موجود في النادي بقاله سنين، بسرعه يندمج مع اللاعبين. ومن هنا برضو انا عايز اقول نقطه مهمه جدا، ده النادي الاهلي، ان اي فرد بيدخل كيان النادي الاهلي سريعا بيندمج بينصهر مع النادي الاهلي. دي من الامور اللي سهلت على مستر بيتسو موسيماني. ايضا وجود الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سامي قمصان سهلوا الكثير من الامور على مستر بيتسو موسيماني. دي اللي صنعت حاله من الثقه، حاله من الارتياحيه عند اللاعبين. الراجل بيوقف التمرين اكتر من مره، عنده فكره عايز يطبقها في ارض الملعب، بيطالب اللاعبين ان هم يطبقوه بالشكل الامثل يعني والشكل الاحسن كل مدى. مستر بيتسو موسيماني يعني انا عايز اقول لك ان وانا واقف في التدريب بتابع التدريب، مستر بيتسو موسيماني حفظ اسماء اللاعبين حتى الناشئين، يعني بينادي اللاعبين الناشئين باسمائهم، حفظ كل اسماء اللاعبين بالظبط. طبعا بشكرك جدا، يعني كل طبعا كلامك ووجهه نظرك واصله جدا. بشكرك جدا فاروق صلاح مراسلنا من ملعب المباراه، وفعلا دي حاجه كل الجمهور لمسها قد ايه بيتسو موسيماني قدر يندمج في وقت قليل قوي، وده يمكن من حبه في النادي الاهلي اصلا من قبل ما يجي النادي الاهلي بكتير. لسه كلام كتير قوي بعد الفاصل. في حاجات واماكن ومعارف بيروحوا نسيانهم سهل، والفرق في حبنا للاهلي انه في نفس غلاوه الاهلي. برحب بحضراتكم مرة تانية. إنجاز كبير حققه الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي بعد ما حسم لقب الدوري للمرة الخامسة على التوالي وال42 في تاريخه قبل نهاية الموسم الحالي ب7 جولات. زي ما قلت لحضراتكم الفريق الأول كرة القدم النادي الأهلي خلاص كمان شوية، يعني الساعة 8 بالضبط هيكون بيقابل طلائع الجيش في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز، وطبعا مقرر إقامتها النهاردة على ملعب الأهلي. الأهلي خاض لحد دلوقتي 33 مباراة، مباراة طلائع الجيش النهاردة هي رقم 34. الأهلي نجح في الفوز ب 27 مباراة وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة، فيما حسم التعادل في 5 لقاءات. الأهلي نجح في أن هو يجمع 86 نقطة من 33 مباراة، سجل خلالهم 71 هدف علشان يكون زي ما قلت لحضراتكم أقوى خط هجوم الموسم ده، بينما استقبلت شباكه 8 أهداف علشان يكون أقوى خط دفاع بعد طبعا قلة عدد الأهداف في شباكه. طبعا يعني محمد الشناوي حارس كبير والحقيقة هو الحارس الأمين للنادي الأهلي، طبعا كلنا بنبقى مطمنين في حالة من اطمئنان من ناحية الجمهور على النادي الأهلي طول ما محمد الشناوي موجود، عامل موسم رائع جدا، وطبعا بنتمنى ان احنا نشوف منه مزيد من التألق طبعا ونتوج ببطولة أفريقيا. عايزة أقول لحضراتكم ان العميد أحمد المهدي مدير الكرة بنادي طلائع الجيش أكد ان النادي بيجهز ممر شرفي لتكريم فريق الأهلي في مباراة النهاردة بعد تتويجه بطلا للدوري للموسم الخامس على التوالي. المهدي قال ان بتجمعنا
علاقة طيبة بالنادي الأهلي، وإن احنا حريصين على تكريم الفريق الأحمر النهاردة بعد إنجازه بالتتويج بالدوري قبل 7 أسابيع من نهاية المسابقة. وقال إن في طموح مشروع في الفوز بالمباراة، لكن ده ما يعنيش أبدا إن احنا نتجاهل طبعا تكريم البطل في ليلة تسلمه لدرع الدوري. لسه هنكمل طبعا كلام عن مباراة النادي الأهلي وطلائع الجيش بس بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مرة تانية. خلاص ساعة وربع بتفصلنا عن مباراة الأهلي وطلائع الجيش وختام طبعا الدوري، الجولة الأخيرة في الدوري، ودوري زي ما قلنا موسم استثنائي، ولكن النادي الأهلي أثبت أن هو الأحق باللقب طبعا زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة. النهاردة عشان احتفالية طبعا النادي الأهلي كل اللعيبة هتكون موجودة، سعد سمير، محمد محمود، ندفد، وكمان طبعا الشناوي لأنه مش هيلعب النهاردة في المباراة، مش في التشكيلة طبعا، موسيماني مريح، ولكن كل شخص أو كل لاعب ساهم ولو حتى بدقائق بس في الدوري ليه حق طبعا ولازم يكون موجود ويحتفل بالموسم الاستثنائي ده. وطبعا بنتمنى لهم ألف سلامة، وطبعا يعني لفتة جميلة أن كل يكون موجود. وفكرة أنه الدوري ده دايما بأكد أنه هو إهداء لمؤمن زكريا، دي الحاجة الأحلى واللي بتحليه واللي بتخليه له قيمة وفرحة غير أي دوري تاني النادي الأهلي توج بيه. الحقيقة احنا سعداء جدا انه يكون في لفتة زي دي من مجلس إدارة النادي الأهلي ومن اللعيبة لمؤمن زكريا، اللي طبعا بنتمنى له ألف سلامة، بنتمنى له انه هو يرجع الملاعب وربنا يشفيه يا رب، ونشوفه على ألف خير تاني من الملاعب من أول وجديد، لأنه الحقيقة فكرة الدعم المعنوي في الفترة دي هي أهم حاجة بيتمناها مؤمن زكريا، وأهم حاجة نقدر نساعده بيها ولو حتى حاجة بسيطة جدا. النهاردة المباراة زي ما قلت لحضراتكم يهمنا أن احنا نطلع بكرة ممتعة، يهمنا أن احنا برضو نطمن أكتر قبل مباراة النهائي في دوري أبطال أفريقيا على فريقنا، على فريق النادي الأهلي، حتى ولو احنا مش محتاجين 3 نقط، ولكن ما فيش أهلاوي ما بيحبش يشوف النادي الأهلي هو بيكسب، حتى لو مباراة مش مستنيين منها أن احنا نحسم الدوري أو حاجة، احنا حاسمينه من بدري، ولكن بنتمنى أن احنا نشوف كرة ممتعة، وبنتمنى طبعا كل التوفيق لفريقنا النادي الأهلي، وإن شاء الله أشوف حضراتكم بكرة على ألف خير. في حاجات وأماكن ومعارف.